كان لافتا جدا دعوة الإمام القائد الخامنئي أكثر من مرة لتسليح الضفة الغربية، خاصة عندما كانت بعيدة عن الأنظار وكانت غزة تستقطب كل وسائل الإعلام وكل الاهتمام العالمي. أضيف هذه الرؤية لسماحته إلى عدة أمور نقلها لنا سماحة السيد حسن نصر الله، أن سماحة القائد استشرف أكثر من مرة أمورا كانت بعيدة عن نظر المراقبين. يقول سماحة السيد حسن: كنا عام 99 قبل التحرير بعام واحد مجتمعين جميعا كوادر المقاومة بحضرة القائد، وبعد تداول قال أحدنا، ولعله الحاج عماد رحمه الله، قال: يا سماحة القائد، سيرى أولادنا أو أحفادنا النصر في جنوبي لبنان. فابتسم سماحته ونظر إلى الحاضرين جميعا واحدا واحدا وقال: كل الحاضرين هنا هكذا بكل ثقة سيرون التحرير في لبنان. وهكذا كان. بعد عام حصل الانسحاب المفاجئ، وهذه من استشرافات سماحة السيد القائد الخامنئي. أنا أثمن كل ما يتحدث به سماحة القائد، وأرى أنه فعلا عنده قدرة على الاستشراف كبيرة.